المنتور دوت نت منصه بيتقابل فيها اي حد عايز يتعلم اي حاجه مع اي حد بيعلم اي حاجه. تحديات كبيره جدا في المنطقه ان ممكن السيدات علشان يتحركوا من مدينه لمدينه علشان يروحوا يتعلموا حاجه معينه، ولكن المواصلات ممكن تبقى صعبه جدا، ولكن احداث كتير جدا حوالينا ممكن تصعب عمليه التعليم. الصناعه دي مشهوره وناجحه في العالم كله، والصناعه دي تساوي اكتر من 300 بليون دولار على مستوى العالم، ولكن المنطقه العربيه ملهاش نصيب منها. صعب جدا وفي تحديات ان احنا نلاقي الناس اللي تعلم بجد من غير ما تاخد عقول شباب ورجال ونساء العالم العربي لاي اتجاه عقائدي او ايديولوجي. الوصول لتعليم 24 مليون انسان عربي في اقرب وقت ممكن هو هدفنا الاول.